نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغ الأشواق. هنكمل ليسون رقم 21 وهنتكلم فيه على موضوع الابديت. احنا طبعا بعد ما خلصنا موضوع السكادولينج والريسورس والكوست، بعد كده عملنا اوبتمايزنج بلان وعملنا كمان البيز لاين. عايزين بقى دلوقتي احنا ايه، دخلنا في مرحله التنفيذ وعايزين مثلا بعد اسبوع او اسبوعين او شهر ايا كانت المده، عايزين نعمل ابديت للبرنامج بتاعنا عشان ندخل البيانات الفعليه اللي احنا اشتغلناها في الموقع. نشوف بقى هل هي مثلا زي البلان اللي احنا عملناه ولا متقدمين ولا متاخرين. كم مره بقى هنعمل ابديت؟ طبعا ايه، حسب اللي حسب طول المشروع بتاعك. سواء مثلا انت ممكن تعمل ابديت مثلا كل اسبوع او كل شهر او ايا كانت الفتره اللي انت هتشتغل فيها. نتكلم على موضوع الداتا ديت، اتكلمنا عليه قبل كده. قلنا الداتا ديت هو نقطه الانطلاقه بتاعتك. احنا في اثناء مرحله البلاننج كان كل الداتا ديت بتاعتنا نفس التاريخ اللي هو تاريخ بدايه المشروع. الداتا ديت بقى في مرحله الاكسكيوتنج، في مرحله التنفيذ، هتبقى هي تاريخ تحديث البيانات. تمام، شوف انت هتحدث بيانات امتى، هيبقى كل شهر، هيبقى كل 15 يوم، المهم التاريخ اللي بتجمع فيه البيانات من الموقع هو ده تاريخ الداتا ديت. نعرف بقى ان شاء الله في المحاضرة ازاي ان احنا بقى ندخل البيانات الاكشوال اللي احنا جبناها من الموقع. كل نشاط بقى ابتدى امتى وانتهى امتى ونسبة الانجاز فيه قد ايه، وبرضو تكلفة قد ايه، تكلفنا قد ايه زيادة اقل. برضو نفس النظام في البادجت يونت، في الموارد، تمام، العمالة، استخدمنا كام عامل لحد دلوقتي. هنتكلم مثلا احنا عندنا في الانشطة مثلا اللي هي الكومبليتد، الانشطة اللي انتهت احنا هنعمل ايه، هندخل الستارت والايه والفينش، الاكشوال ستارت والاكشوال فينش، وبعد كده هنقارن بقى ايه الاكشوال ديت بالايه بالبيز لاين بتاعنا، وهندخل برضو الاكشوال كوست والاكسبنسز لو عندنا. في الانشطة بقى الان بروجرس طبعا هندخل اكشوال ستارت بس، لان هي طبعا لسه شغالة ما انتهتش. وهندخل البرسنتج كومبليت بتاعتها، النشاط ده مثلا خلص منه 50%، النشاط ده خلص 40%، ايا كانت النسبه بتاعته هتكون ايه. بعد طبعا ما بدخل البيانات الفعليه بتاعت البرنامج لازم اعمل ريسكادولينج تاني. الريسكادولينج طبعا ادخل الداتا ديت الجديده بتاعتي اللي انا هحدث عندها البيانات. بعد ما بعمل ريسكادول بقى ابدا اقارن بقى الداتا اللي انا دخلتها دي، واقارن بقى التواريخ الفعليه بالتواريخ المخططه، واشوف انا متقدم قد ايه ولا متاخر قد ايه، واشوف بقى ايه الاكشن اللي هاخده بعد الكلام ده. وديت اللي ايه المفروض نتكلم عليه في مرحله الايه في الليسون اللي هو 22 بتاع الانالايزنج ابديت. بعد ما انت بتعمل ابديت بتاعك بتبدا بقى تشوف هل انت البيانات الاكشوال اللي انت دخلتها دي تمام متقدمه ولا متاخره عن اللي هي البيز لاين، عن الخطه بتاعتك، الخطه الاساسيه. طب لو متأخرة هعمل ايه؟ هل مثلا هضغط البرنامج بتاعي ازاي تاني؟ هل مثلا هقلل الانشطة؟ هل مثلا هعمل اوفرلاب في العلاقات، ارجع اشتغل على موضوع العلاقات، او هل مثلا اكسر الانشطة بتاعتي تمام واعمل بينهم اوفرلاب؟ كل ده طبعا احنا اتكلمنا عليه في الليسون بتاع الاوبتمايزنج بلان، عملنا كذا طريقة. برضو تقدر تعملهم هنا في الايه في الليسون دوت. بعد ما تعمل ابديت بتاعك برضو ترجع تعمل الاناليزنج ابديت، دي هي نفسها قصه الاوبتمايزنج بلان، بس الاوبتمايزنج بلان بتبقى قبل ما تشتغل، قبل ما تعمل، قبل ما تبدا مرحله الاكسكيوتنج. والاناليزنج ابديت دي هي بعد مرحله الايه التنفيذ، بس الخطوات واحده والفكره واحده. بس انت بعد ما تخلص القصه ديت وتعمل الاناليز وتدخل وتضغط البرنامج بتاعك، بترجع تعمل بيز لاين جديد عشان تقارن بيه البيانات الجديدة بتاعتك. ندخل كده على البرنامج بقى عشان نشوف ازاي هنعمل ابديت. ده المشروع بتاعنا، المثال اللي احنا شغالين عليه. هنشوف ازاي ان احنا نعمل ابديت على الانشطة بتاعتنا. وليكن مثلا هنبدأ عشان نعمل ابديت، احنا هنتكلم على طريقة واحدة ان شاء الله، تمام، بحيث الناس ما تتلخبطش وهما لسه بينر. وبعد كده ان شاء الله هنتكلم على كذا طريقة تانية
زي السبوت لايت او الابلاي اكشوال والحاجات دي ان شاء الله في الادفانس باذن الله. عشان نعمل ابديت مثلا لاي نشاط عندنا، انا ادخل من الستيتس، وانا دلوقتي واقف على النشاط اللي هو بروجكت ستارت، بس النشاط ده هو مايلستون. فانا هنا في الستيتس بيقول لي هنا الديوريشن الاوريجينال والاكشوال والريميننج والاد كومبليشن، هو هنا طبعا كله بصفر لان هو ان اي مده المايلستون بزيرو. وهنا بيقول لي تاريخ اللي البدايه بتاعته اللي هو 1 جانوري، هقول له ستارتد، هياخد هو ستارتد وايه وفينش مع بعض. بعد كده الانشطه اللي بعديه اللي هي الانشطه بتاع الموبيليزيشن، وهم تقريبا هيبداوا مع بعض ستارت ستارت. انا طبعا لو هضغط، لو هقول ان النشاط ده بدأ، هقول ايه ستارت، اختار ستارت من هنا، تمام. هيكتب لي هنا، لو احنا لاحظنا هيكتب لي هنا جنب النشاط ايه، هيكتب لي هنا ان النشاط ده ايه خلاص دخل كده في مرحلة الايه الاكشوال، بيكتب علامة الايه هنا، كويس. هنا بقى هل هو بدأ زي البلاند بتاعه 1 جانوري ولا بدأ متأخر؟ انا ممكن اختار ان هو بدأ 2 او 3 او 4 حسب هو بدأ ايه في الموقع. ولو هو فينش طبعا، لو هو كده هكتب بقى نسبة الإنجاز بتاعته مثلا قد إيه، تمام. طيب لو هو فينش، لو النشاط خلص هختار إيه فينش. طب فينش في نفس الميعاد ولا تقدم ولا تأخر؟ هقول فينش وفي نفس الميعاد. لو لاحظنا هنلاقي البار كله بقى لونه إيه، بقى لونه أزرق، لأن إحنا قلنا البار بقى لونه أزرق في لما بيكون أكشوال. خلينا ناخد برضو النشاط ده ستارت وفينش إن هو خلص، وده برضه نفس النظام في الموبيليزيشن. ونيجي على الأنشطة اللي هي التشوب دروينج، ونقول مثلا إن هي ستارت، ونقول إن هو انتهى منها مثلا وليكن انتهى منها إيه 11 يوم، يبقى الريميننج باقي كام؟ 11 من 60 49 يوم مثلا. شوف أنا لو كتبت هنا في الريميننج او في البرسنتج كومبليت الاتنين هيرفلكتوا على بعض، تمام. لو انا كتبت هنا 49 واقول انتر، هيقول لي نسبة الانجاز كام بتاعه. نسبة الانجاز 18.33%. طيب لو نزلت على النشاط بتاع اللي تحت منه وقلت له برضو نسبة الانجاز بتاعه 18، لازم طبعا اقول له ستارت الاول، سوري، اقول له 18.33%، انتر، هيقول لي الريميننج كام؟ 49 يوم، تمام. سواء دخلت دي او دخلت دي اللي عجبك انت، بس ندخل الريميننج بتاع النشاط يبدأ كذا في ميعاده، وتقول له ان النشاط ده خلص منه مثلا 11 يوم، يبقى ايه، يبقى في مثلا وليكن ريميننج 49 يوم، او تدخل النسبة بالديوريشن الطريقة اللي تعجبك ايه اشتغل بيها كده او كده، الاتنين بيرفلكتوا على بعض يعني. طبعا احنا مش هنحدث هنا ماتيريال ولا كوست ولا كده، لان احنا طبعا الانشطه التمهيديه ديت معلهاش ايه، معلهاش كوست، فعشان كده احنا ايه هنختارها ونعملها كلها ايه، ندخلها نسبه الانجاز بس زي ما قلنا ان انت لازم تختار ان هو ايه ستارتد، وده برضو ايه احنا قلنا ان هو هيكون خلصان منه برضو 11 يوم. طبعا هنا لا، هنا غلط، احنا هنا نسينا نعمل ايه، نسينا نعمل ان النشاط ده ستارتد. اهم حاجة تختار النشاط ان هو ستارتد الاول، وتختار التاريخ بتاعه، وبعد كده تقول له الريميننج بتاعك قد ايه، باقي لك قد ايه في النشاط ده. ولو لاحظنا كله دلوقتي بقى ايه، بقى اكشوال في الستارت، بقى اكشوال في الانشطة بتاع الموبيليزيشن، عشان احنا قلنا ان هي ستارتد وفينشد ان هي خلصت، بقى الستارت اكشوال والفينش اكشوال، فالنشاط ده كده ايه خلص. طيب نيجي مثلا عند نشاط بقى ايه، خلصنا اللي فوق دول، نيجي عند نشاط الحفر، تمام. نشاط الحفر برضو هنقول له ان هو ستارتد في ميعاده، وفينش برضو يوم 26، تمام. طبعا انا لما اقول له ستارتد وفينش هو بيختاروا ايه 100% على طول لوحده، تمام. تيجي هنا مثلا في الكوست، في البادجت كوست، لو انت اخترت كده هيجيب لك هنا الليبر يونت والنون ليبر يونت،
تمام، والليبر كوست والنان ليبر كوست والماتيريال ايه والماتيريال كوست. انا هنا هحدث ايه؟ انا مثلا انا هحدث الكوست بتاعتي. هنا بقول البادجت كوست 12180. طيب انا هقول له مثلا الاكشوال بتاعك كام؟ 12180 برضو، لان النشاط عندي بقى 100%. طب لو اكتر من كده او اقل من كده ادخل بقى هو انتهى معايا على كده. انا مثلا اقول له الاكشوال مثلا بدل كده بقى 13000، تمام. يبقى عندي الانتهاء يبقى كام؟ هيبقى 13 ايه؟ هيبقى 13000. يبقى انا كده كلفت زيادة في البند ده، تمام. دي كده تحديث الايه الكوست بتاعتي. ولو انا عندي ليبر هنا الليبر يونت، تمام، خلينا في الليبر يونت نخش نحدثها من جوه دلوقتي، تمام، من البرنامج. لو البرنامج دوت عليه ليبر، خلينا بس نخلص نفهم موضوع التايم، وبعد كده نخش على موضوع تحديث الموارد ده هنتكلم عليه دلوقتي. خلاص يبقى احنا عملنا كده ايه ستارت وفينش، و تاريخه تاريخ البداية بتاعته نفسه وتاريخ النهاية نفسه. خلينا بقى نقول ايه سكادول عشان نشوف تأثير الكلام ده. انا هقول له سكادول مثلا يوم 26 يناير، اقول له اوكي سكادول. عمل لي كل الايه، عمل لي سكادول وفعل الريميننج الاكشوال والريميننج لكل الانشطة، تمام. دي الأنشطة اهيت، وده نفسه هنا برضو ده ابتدى في ميعاده وانتهى ايه وانتهى في ميعاده. طيب هاجي بقى في البلين كونكريت، النشاط اللي بعد الاكسكيفيشن البلين كونكريت، حاجة مثلا اختاره ان هو ستارتد، واقول له مثلا ان خلص منه وليكن 50%. بلاش بقى ايه، بلاش 100%، اقول له ان هو خلص منه 50%. كويس. النشاط طبعا كان 5 ايام، ودلوقتي هو قال لي الريميننج المتبقي فيه كام؟ 3 ايام، لان طبعا 50% يعني يومين ونص، هو ما فهمش اليومين ونص ديت ايه، يفهمها اقرب حاجة ايه 3 ايام. خلاص واجي مثلا اعمل سكادول تاني، واقول له ان هو احنا يوم مثلا كام، احنا يوم 28 وليكن، اقول له سكادول، تمام. ابدأ بقى ايه يحسب لي تاريخ البداية والنهاية. لو انا جيت مثلا قلت له خلاص انت فينيشت وفينيشت يوم 30، يوم 31، طيب هقول له لا، هقول له انت فينش يوم 1 فبراير، اتأخر ايه، اتأخر يوم وليكن. اقول له النهاردة احنا تاريخ الداتا ديت 2 فبراير، تمام. تيجي بقى بعد كده انت تعمل ايه، تحلل البيانات بتاعتك. تيجي مثلا هنا في الرينفورس الكونكريت، وتيجي تشوف هنا دوت، هنقول مثلا لو وليكن ان هو بدأ بقى يوم 2 عشان التاريخ ده اتأخر، بدأ يوم 2 وهنقول خلص منه مثلا وليكن 40%، ونيجي فبراير، هو المفروض ان هو يخلص يوم 7، فخلينا نقول ان احنا النهارده يوم 6، او خلينا نقول ان احنا يوم 3 سكادول. طيب خلينا بقى نيجي ايه نحلل البيانات. طبعا ما ننساش برضو موضوع البادجت، هنا ندخل البادجت بتاعتنا كام لحد دلوقتي، وموضوع ريسورس نخش على ريسورس نعمل لها تحديث. طبعا ندخل على الريسورس، سوري، من هنا انا واقف على رينفورس الكونكريت. رينفورس الكونكريت طبعا في البادجت كوست عليه 2 ريسورس،
اللي هو الكوست لودنج اللي هو بتاع الفلوس اللي احنا حملناها البي كيو دي، البادجت كوست اهي. لو انا عايز احط الريميننج او احط الاكشوال كوست هنا وليكن مثلا دول 74480، هشوف بقى انا صرفت ايه لحد دلوقتي. وليكن مثلا انا 40%، هقول مثلا ان انا صرفت 60,000 مثلا، انتر، هيقول لي بقى ايه ريميننج 14480. هنا في الستيل فيكسر اللي هو احنا اتكلمنا على موضوع المان باور، هنا البادجت يونت انا عايز 10 عمال على مدار النشاط. في هنا هقول له مثلا في الاكشوال يونت، هو طبعا عشان قلت له ايه، قلت له ان احنا خلصنا 40%، فهو خد ايه 4 ايام. تمام، ممكن لا ممكن يكون الاكشوال اكتر من كده، مش شرط. تمام، ممكن انا استخدمت عمالة اكتر عشان اخلص 40% دول، اقول له 5. تمام، هيقول لي بقى ايه، يبقى انت ريميننج عندك 5 ايام. تمام، وهكذا بقى ابدا اخش على كل انشطه اعملها بنفس النظام، اشوف بقى الكولمز بقى اذر كولمز بتاع البيز لاين عشان اقارن بين الاكشوال وبين البيز لاين بتاعي. هندخل مثلا على ديت عشان نظهر البيز لاين. انا هقول مثلا خلينا هنا الستارت والبروجكت فينش بيز لاين فينش ونجيب برضو الكوست بالمرة لو عايزين نشوفها. نشوف الكوست، هنقول الاكشوال توتال كوست، وبرضو نجيب البادجت كوست عشان نقارن بيها. البادجت توتال كوست او الابلاي، اوكي. خلينا نبدأ بقى ايه نقارن التواريخ بتاعتنا البيز لاين بي بالاكشوال. نصغر شوية بس الأعمدة عشان نشوفها. نشوف في الأول نشاط مثلا زي الحفر ده، هنلاقي إن هو البيز لاين يبدأ يوم 19، وإحنا بدأنا يوم 19 وينتهي يوم 26، وإحنا انتهينا يوم 26. البلين كونكريت الخرسانة العادية يبدأ 26، ابتدينا فعلا 26، وينتهي 1، وإحنا انتهينا فعلا 1. طيب الرينفورس الكونكريت، رينفورس الكونكريت هنا احنا كنا المفروض نبدأ يوم 1 فبراير، احنا ابتدينا يوم ايه، يوم 2 فبراير. المفروض ان النشاط بقى يخلص يوم، احنا كنا المفروض نبدأ يوم 1، ابتدينا يوم 2. تمام، طيب نشوف النشاط ده هنا، يوم 1 يخلص يوم 9، احنا ابتدينا يوم 2، وهو توقع ان هو يخلص يوم 8. ليه بقى توقع يخلص يوم 8؟ مع انه احنا لما اتأخرنا هنا يوم المفروض انه يخلص يوم ايه، يوم 10، المفروض انه يتأخر يوم، لا هو اتقدم يوم، عشان احنا ايه قلنا له ان هو خلص منه 40%، وقلنا له تاريخ الداتا ديت امتى، يوم 3، يعني تقريبا تاني يوم، تاني يوم خلص منه 40%. فعشان كده بيقول لي ايه، لما انا دخلت له 40% بيقول انت عندك يوم 1 اكشوال والباقي لك كام، وباقي لك ريميننج 4 ايام بس وخلاص، عشان انت انجزت من في يوم 1 40%. طب لو احنا كنا قلنا له مثلا اللي احنا الداتا ديت 40% ديت لحد يوم 5 مثلا، نعمل سيلكت سكيدول. تمام، كان هيقول لي انت الاكشوال ايه 3 ايام والريميننج عندك 4، وهيخلص فعلا كام، ات كومبليشن هيخلص في 7 ايام، وكده هيكون ايه، هيكون اتاخر معاك يوم، اللي هو ان احنا فعلا يوم البدايه بتاعته كانت يوم 1، هو ابتدى متاخر يوم 2، وعشان هو ابتدى متاخر يوم واحنا مدخلين نسبه الانجاز دلوقتي صح والداتا ديت صح، فاتاخر يوم بقى ايه، بقى يوم 10. تمام، ديت 60,000 اهيت اللي احنا دخلناها لما دخلنا على ريسورس وعملنا الابديت. احنا قلنا الاكشوال كام، قلنا الاكشوال 60,000، فاتغيرت معانا هنا ايه، بعملت ريفليكت هنا على 60,000، وقلنا ريميننج 14,000، والاد كومبليشن هو حسبه لي ال 74,000 ايه و800. طبعا انت تقدر تغير الايه النسب دي كلها، لو دخلت في الليبر يونت
تمام. انت برضو هنا في اليونتس، في البادجت يونت هنا تقدر ايه تعدل وتشوف انت استخدمت كام لحد دلوقتي من العمالة. ممكن انت انجزت 40% من النشاط، بس مش معناه ان انت استخدمت مثلا 40% من العمالة اللي عندك. ممكن تكون استهلكت اكتر من كده، او ممكن تكون استهلكت اقل من كده، تمام. فبتدخل الايه النسب دي كلها. بعد ما بتعمل الكلام ده كله لازم تعمل ايه سكادول. لو جينا هنا برضو كبر شوية كده، نبص على الاكشوال كوست. هنا البادجت توتال كوست 74,000، وهنا في الاكشوال 60,000، تمام. لو بصينا هنا احنا ما حدثناش ديت، تمام، ما دخلناش الاكشوال بتاعها في النشاط بتاع البلين كونكريت، تمام. فاحنا هنا ايه ماتيريال كوست، تمام، ونيجي هنا نقول له ان هو في الاكشوال 23,000، خليها 23,000 بس مثلا، ولا خلينا في الاد كومبليشن برضو 23,000، بقى 23,000. خلاص ان النشاط ستارتد وفينشت على 23,000، يبقى انا كده ايه موفر مثلا هنا ايه الـ210 دول. فهنا ايه بيرفلكت هنا على طول ادي 23,000، وهنا كان البادجت بتاعته كانت 23,200. طبعا احنا ايه شغالين دايما على اساس ان احنا كسبانين مش خسرانين، تمام. وهكذا بقى تبدأ تمر في كل الايه الانشطة تعمل فيها نفس النظام. طب طبعا ده نشاط هنا اللي هو رينفورس الكونكريت، ده كان هيبدأ 1 فبراير وينتهي 9 فبراير، فابتدى يوم 2 وانتهى يوم 10، فكده ايه اتأخر يوم. وهو طبعا النشاط ده كريتيكال باص، فأخر لك المشروع يوم. فانت بترجع بقى تضغط للايه المشروع بتاعك. افرض انت اتأخرت بقى اسبوع اسبوعين على مدار المشروع، بقى انت ممكن تتأخر اكتر من كده. ولو انت بتحدث انشطة كتير، كل نشاط مثلا اتأخر يوم، اتأخر 3 ايام، واللي اتأخر يومين وهكذا. فما انت مثلا بتحدث بيانات كل اسبوعين، هيبقى مثلا عندك 10 15 نشاط بتحدثهم ايا كان عدد الانشطه قد ايه، كل نشاط اتاخرت فيه قد كده. فلو انت بس اتاخرت فتره، فبترجع بقى ايه تشوف بقى الاكشن اللي انت هتاخده، هل هتقلل الانشطه، ودوت موضوع الاناليزنج بقى ايه الابديت بتاعك. هل انت مثلا هتضغط الانشطه ازاي؟ يعني ضغط الانشطه ده مش يعني ما يبقاش كل همك ان انت تضغط الديوريشن، مش ده الحل. انت لازم تشوف حلول بديله، زي مثلا ان انت تعمل مثلا اوفرلاب، ان انت تشيل لاج او تقلل لاج مثلا، تمام، انت كنت عامله، تكسر انشطه تعمل عشان تعمل لها اوفرلاب وتمشيها بارل مع بعضها، تطلع انشطه من على المسار الحرج، تمام، تطلعها على المسار الغير الحرج بحيث ان هي تقلل مده النشاط بتاعك. المهم ان انت بتفوكس على الكريتيكال باص وتبدا ايه تعمل الكلام ده. طبعا الموضوع ده احنا شرحناه باستفاضه في الليسون بتاع الاوبتمايزنج بلان، ممكن ترجعوا له تاني. طبعا لو انت طلع الاختلاف عندك كبير بقى، وقعدت تضغط، يعني طلع انت تاخير مثلا عندك اسبوع 10 ايام وقعدت تضغط في الانشطه، فانت كده ايه بهدلت الدنيا. فبترجع تعمل انت تاني ايه بيز لاين عشان تقارن بيه، ترجع تاني تعمل منتين بيز لاين وتقول اد بيز لاين تاني، ايوه سيف، تمام. فانت عملت ايه ابديت اللي هو ايه بيز لاين 2 كلوز، وتيجي هنا في الاساين برضو وتقول له قارن لي بقى بالايه، ممكن تيجي هنا تقول له قارن لي بالبيز لاين رقم 2. لو عايز تفضل تقارن بالبيز لاين الاولاني ماشي، بس انت لو الدنيا عجلت معاك هتقارن بالاولاني. طبعا انت تقدر تقارن بالاثنين، يعني ممكن تسيب ده تقارن بيه وده مثلا تقارن بيه بيز لاين، والبيز لاين سكندري ممكن ايه تقارن بالبيز لاين رقم 2 دوت، وتظهر الاثنين معاك على البارز هنا. خلينا نشوفها كده، تيجي مثلا من هنا من البارز، في هنا عندك سكندري بيز لاين، تمام. لا هو المفروض بيظهر على الرو رقم 3 عشان يبان معانا بلاي، تمام. ده البيز لاين مثلا ايه الجديد اللي انا اخدته بيظهر معاك ايه بالشكل ده، تمام. يبقى انت هتقارن بده وبده، وتظهر برضو الكولمز اللي هنا، وتظهر بقى الكولمز دي كتير بقى. انت ممكن تظهر الكولمز بتاع البرسنتج كومبليت وبتاع الفاريانس، تشوف الفاريانس كام والكلام ده كله، تمام. ده كده موضوع الابديت، وان شاء الله نكمل بقى بعد كده في الادفانسد، في حاجات كتير في الابديت ان شاء الله نتكلم عليها.
وإن شاء الله الليسون اللي جاي نتكلم على موضوع الريبورتس.